بيك. المرء يقاس بشخصه ولا بماله ولا بمنصبه؟ المرء يعرف في الأنام بفعله. سلام، هذا بجاوبك أنا. المرء يعرف في الأنام بفعله، وخصائل المرء الكريم كأصله. اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره. لا تستعيب فتستعاب، وربما من قال شيء قيل فيه بمثله. وتجنب الفحشاء ولا تنطق بها ما دمت في جد الكلام وهزله. وإذا الصديق آس عليك بجهله، فاصفح لأجل الود وليس لأجله. كم عالم من متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله. البحر تعلو فوقه جيه في الفلا، والدر مطمور بأسفل رمله. فياك تجني سكرا من حنظن، فالشيء يرجع بالمذاق لأصله. والجو مكتوب على صحف الهواء، من يعمل المعروف يجزى بمثله. الله الله سلام. الله الله سلام. ما جبت الحسين من يبعد بس يقول للمرء وش انا جاوبته. ده جواب جاوبته بشعر. يا سلام. يقول ابو